كشفت تقارير إخبارية أن تطبيق التراسل الفوري واتساب يعمل حاليا على إطلاق تقنية جديدة تحذيرية لجميع مستخدميه للتغلب على أزمة إرسال بعض تطبيقات الأخبار بنفس الخبر أكثر من 25 مرة للمستخدمين، ما يتسبب في ذلك في إزعاج شديد لهم. وسيوجه واتساب تحذيرا إلى المستخدمين بأن تلك الرسائل مزعجة وغير مرغوب فيها ويمكن أن يوقفها في أي وقت.